طول ما احنا مستوانا جيد كحكام مفيش انديه بتطلب. هل الانديه اقوى من الاتحاد؟ لعب 3 كاس رابطه، واحد بس اتحاد من تحكيم مصر. التاريخ ما بيرحمش. هو ليه لازم يكون في حكم اجنبي علشان نحس ان الدنيا فيها شفافيه؟ ليه لازم يكون رئيس لجنه حكام اجنبي؟ او نجيب حكم اجنبي في الماتشات الكبيره؟ حضرتك قدرت مباراه الاهلي والزمالك الاخيره وكانت الدنيا تمام. ليه رجعنا تاني للمساله دي برضو فيها؟ يعني الانديه اهم اقوى من الاتحاد؟ هل الانديه اقوى من الاتحاد؟ او هل حضرتك شايف ان ده بيحل الامور من جذورها وهيبدا الحل مستمر طول الوقت؟ يعني احنا لو الفتره اللي جايه تقييمك لها المفروض تمشي ازاي؟ لازم يكون في حلول. هو حضرتك لازم يبقى في بالانس. طول احنا بدايه احنا طول ما احنا مستوانا جيد كحكام مفيش انديه بتطلب. الاخطاء لما بتزيد من حق الحكام تطلب حكام اجانب. خلينا ممتاز. ده بيضايقنا لما احنا بنضايق الانديه بسوء مستوانا. ايوه صح. فانت لما مستواك جيد احنا حكمنا السوبر والانديه ما اعترضتش. حكمنا نهائي كاس الرابطه، لعب 3 كاس رابطه، واحد بس اتحكم بتحكيم مصر. أيوة. الاولاني كان غزل المحله وفيوتشر جابوا تحكيم اجنبي. الثاني كان سيراميكا والمصري ابراهيم نور الدين حكمه. الثالث سيراميكا والجيش تقريبا. أيوة. وتحكيم اجنبي اللي ما بين سيراميكا والجيش يجروا تحكيم اجنبي ليه يا كابتن؟ عشان خاطر ما قبل المباراه في مجموعه من الاخطاء كانت على نادي سيراميكا. أيوة. 3-4 ماتشات متباعدين. لكن انا لما ابقى رئيس نادي او مسؤول في نادي او رئيس جهاز كوره ابقى متواجد وابص الاقي 5-6 ماتشات فيهم اخطاء، والاخطاء دي مؤثره خلتنا نتعادل او اخسر مباريات ممكن كنت لا استحق فيها الخساره، هو من حقه يحس ان في حاجه غلط. والله وجهه نظر شجاعه جدا يا كابتن ابراهيم بصراحه. من حقه يحس حاجه غلط. إيه انا لازم انا اهتم عشان ده شغلي. ايوه. ما اخليش حد ياخد شغلي. ما اخليش حد ياخد شغلي بايه؟ بالاهتمام والالتزام. اهتم والتزم الناس كلها هتضرب لك حزم سلام. طيب انا بس علشان دي نقطه مهمه جدا وحضرتك اتكلمت فيها بمنتهى الشفافيه والشجاعه، هو الحكم ممكن تكون اخطاءه توصل لمرحله غير مقبوله تبقى حاسس ان هي خارج اطار الخطا، توصل للعمد مثلا؟ لا. لا انا ما يعني ما فيش حكم بيتعمد يخطا لان التاريخ ما بيرحمش. ايوه. فقصه ان انت تتعمد دي ما حدش فينا ليه مصلحه مع حد عشان يتعمد. محدش هيستفيد. مش يوم. ولا حد بيخاف. يعني محدش بيخاف يعمل حاجه ياخد قرار خوف، يعني الكلام ده مش موجود عندنا. لكن ممكن قرار واحد والنتيجه 0-0 ما احتسبلكش ركله جزاء. او احسب على حضرتك ركله جزاء خطا يجي منها هدف تخسرك مباراه، فده خطا مؤثر وتبقى انت عامل ال 90 دقيقه بيرفكت. ايوه. لكن الخطا اصبح مؤثر وممكن النتيجه تبقى 2-0 واحسب للفريق اللي مغلوب ركله جزاء، وركله الجزاء تيجي وتبقى النتيجه 2-1 اصبح الخطا غير مؤثر في نتيجه المباراه. لكن بقى في خطا تراكمي عند الفريق ده. ايوه. خلاص انت فاكر ان انت من شهر فلان حسب على نادي كذا ركله جزاء غير صحيحه، فلما يروح له هيبقى في تحفز عليه ان هو حسب عليه ركله جزاء غير صحيحه، وانت كمدير فني او في جهاز فني تقول افرض، تبدا بقى حضرتك تطلع ايه الافتراضيات، افرض اللعبه دي كانت النتيجه 0-0 كنت اخسر بيها المباراه، فبيبدا هنا التحفز. يبدا هنا التحفز. اخطاء تراكميه.